مرور 109 سنه على تاسيس نادي الزمالك، حضرتك الاول اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي، مشجع زملكاوي. طيب تقول ايه لنادي الزمالك النهارده بمناسبه الاحتفاليه مرور 109 سنه على النادي؟ عايز اقول له كل سنه وانت طيب يا فريق نادي الزمالك، يا زملكاويه يا فن الكوره. فاحنا النهارده بنحيي نادي الزمالك، بنقول لهم يا زملكاويه يا فن الكوره، وفي اي مره نسجل كوره دوري وحاولي، وان شاء الله هناخد الدوري ونصورك اجمل مليون صوره. فانا من كل قلبي ومن كل روحي بحيي نادي الزمالك وابطال نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك ومشجعين نادي الزمالك كبار وصغار. طيب انا عايز اسالك برضو، ايه البطوله اللي انت فاكرها نادي الزمالك خدها او حضرتها او عشتها؟ ايه البطوله اللي انت فاكرها؟ في بطوله كنا احنا بنلعبها في مصر سنه 84، كنا بنلعب بيل انطوان لوحده. بيل انطوان كان بيلعب الزمالك لوحده، فريق لوحده. فكوارشي جاب جون واتحسب اوفسايد، محمود عثمان حسب اوفسايد، فانا كنت في المدرج فوق. كوارشي راح جايب جون تاني، نسيت نفسي من المدرج، بقيت في الملعب تحت. رحت ماسك كوارشي حضنه، قال لي نو، كان هياخد انذار من محمود عثمان. وبعد كده خدني فاروق عفر وطابس، خدني فاروق عفر سعيد الجدي وكابتن ابراهيم يوسف، وكان معاهم فاروق عفر، خدوني وطلعوني المدرج لغايه ما وصلت المدرج، وفضل جريت الزمالك صور لي في 84 لغايه ما طلعت المدرج فوق. ده اليوم اللي انا فاكره كويس يعني، لان احنا كنا بنلعب فرقه كانت تقيله، وكلنا كنا بنلعب ماتش كبير، الزمالك كان بيلعب ماتش كبير. تتمنى ايه النهارده لنادي الزمالك يعني بمناسبه التاسيس ومرور 109 سنه على النادي؟ اتمنى ان نادي الزمالك يبعد القياده بتاعته شويه عن الخبط والرزع في الناس. الناس لما اخذنا مطلع عليه ده عين، هو ساكن في 18 شارع الدفاع الجوي. ويعني انا اسف كابتن مرتضى منصور، راجل محترم، وانا بعز نادي الزمالك، فما عنديش استعداد افرط في نادي الزمالك عشان كابتن مرتضى منصور. وهو نفسه بيحب الزمالك، بس بيحب الزمالك يعني مثلا بياخد اتجاه حب من الزمالك، بينسى نفسه، بيفتكر الناس يشتم في الناس. احنا مش عايزين حد يشتم في الناس، عايزينك تحب الناس عشان الناس تحب نادي الزمالك. نادي الزمالك ده قدوه على مستوى العالم ومؤسسه قوميه. واحنا بنشكر كل الناس، وبنشكركم النهارده في وجودكم في الشارع، ان انتم بتاخدوا راي الشارع تبعتوه وتنزلوه في الجرايد وعلى الواتس وعلى التلفزيون وعلى النت والكلام ده كله على جوجل، عشان الناس تشوف نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحب الاهلي وبيحب الزمالك وبيحب كل الفرق قد ايه. انا بشكرك جدا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل جمهور نادي الزمالك بخير يا رب، ونادي الزمالك دايما بخير ومن نجاح لنجاح. ربنا يبارك لك، واحنا بنتعشى من نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك بقى يدوا الملعب شويه، عشان عرفنا بقى في الشارع والناس بتعيرنا كتير قوي. لا باذن الله نتمنى لهم نجاح. اتمنى لهم نجاح، واتمنى لهم كل خير، واتمنى لهم، لان النهارده اللاعب سفير لبلده. النهارده نادي الزمالك وهتتنقل لاي دوله تانية، فانت بتمثل بلدك كسفير لبلدك، فلازم تكون قدوه كل اللعيبه مش لعيب بس. بقول انه ربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله، هم تعبانين شويه الموسم ده، بس يعوضوا ان شاء الله الموسم الجاي ده، وربنا يوفق للاصلح ان شاء الله. طبعا يعني ربنا يكرم ان شاء الله كده، والزمالك يبدا يستعيد مستواه تاني، لان لا ده مستوى الزمالك ولا دي مكانه الزمالك ولا ده اللي يستحقه جمهور الزمالك بصراحه، ولا مجلس ادارته اللي معروف ان هو مفترض يعني من اكبر الانديه في افريقيا مش بس مصر يعني. طيب بمناسبه ال 109 سنه على التاسيس، ايه البطولات اللي انت فاكرها لنادي الزمالك؟ طبعا احلى بطوله الواحد بيفتكرها السوبر اللي جون ايمن يونس، يعني بصراحه 1-0 على الاهلي يعني. فده دي احسن بطوله بالنسبه لنا احنا يعني. بالنسبه يعني ذكرى ال 6-0، دي سنه 42 وسنه 45، يعني هو دي برده لا تتنسي، بس الاهلاويه بينسوها شويه. اكيد ما تتنسيش، زي ما هم مش ناسين 6-1 يعني. تقول ايه لنادي الزمالك النهارده؟ قول ربنا يصلح الحال ان شاء الله، وان هو الزمالك يرجع يستعيد مستواه تاني يا رب، وان شاء الله ربنا ينصرهم النهارده على طنطا باذن الله يعني. الاول انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ زملكاويه طبعا. تقولي ايه النهارده لنادي الزمالك؟ اقول يا رب دايما نجاح لنجاح، معرفش فين النجاح ده، بس يا رب نجاح على طول. انا بحب نادي الزمالك جدا وبشجعه،
ويا رب بقى يا رب ينصرنا شويه. ايه البطولات مثلا اللي انت فاكراها، اللي فاكراها لنادي الزمالك او اخر بطوله؟ صعبه قوي والناس هتتريق عليا فبلاش بقى. طيب تمام. انت كنت بتقولي ان ايه عندكم حد مين في العيله زملكاوي او خطيبي زملكاوي ومتعصب؟ يعني زملكاويه وخطيبك زملكاوي؟ انا زملكاويه علشانه. دي تبقى خيانه ليه. طبعا. حلو جدا. بتقولي له ايه النهارده بمناسبه نادي؟ اقول له يا رب يفرح، يا رب يفرحوه، بس عشان هو دايما بيبقى متضايق بسبب المطوشه والزمالك. يا رب يفرحوه، يفرحوني معاه. يا رب دايما يفرحوا نادي الزمالك، وكل سنه وجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك بخير يا رب. ربنا يخليك يا رب. يا رب ميرسي جدا. انا بقول لك رسام، طيب بالنسبه ل 109 بقى ومنزل صورك وانت في النادي وما اعرفش ايه؟ طبعا نادي النقال الحقيقي اولا. عبده انت لسه شايلين الماتش الاخير يا عبده، في ايه بقى؟ لا احنا كسبانين الماتش 2-0. واللي قبليه النهارده عندنا ماتش النهارده كمان ساعتين مع طنطا. عاش. تتمنى ايه للزمالك طيب؟ اتمنى له والله يبعد عنه اي حاجه وحشه ويبعدك انت عنه. معروف من اي حاجه وحشه ابعد عنه، ومعروفه طبعا مش هتكلم عنه عشان راسي. طب تقول ايه النهارده لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يعني بمناسبه المرور 109 سنه على التاسيس؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. يعني النادي ده الزمالك الحاجه الوحيده الحلوه في مصر، الحاجه اللي باقيه لنا فعلا. يعني الزمالك ده شغف حب، ربنا يسامحك. اللي يخليني احضر ماتش الزمالك واقعد اعيط في الماتش، فدي حاجه صعبه جدا مش بايدينا والله. انا بشكرك جدا على انتمائك الجميل دوت وعلى روحك الرياضيه. بشكر زميلك الاهلاوي على الروح الرياضيه برضه. الف شكر يا بدر. بشكرك جدا، ربنا يخليك. شكرا. انت اهلاوي ولا زمالكاوي؟ اهلاوي. طيب بتقول ايه النهارده للنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك بمناسبه التاسيس ومرور 109 سنه على النادي؟ والله يعني ربنا معاهم ويخليهم يكسبوا مره. تمام. ودايما بيخسروا يعني قدام الاهلي. بس كده. طيب اخويا بيلعب في نادي الزمالك في الناشئين. يعني اخوك زملكاوي وانت اهلاوي. طيب ربنا بيبقى العيله كلها اهلاويه ما عدا اخويا، هو الوحيد اللي طلع في العيله كلها زملكاوي. بيلعب من هو صغير، عنده 19 سنه. من الناشئين. من ناشئين نادي الزمالك. طيب اتصل لنا بيه بقى. تمام. وانت طيب على مرور كام سنه؟ 109 سنه للنادي بتاعك. وانت طيب يا حبيبي. يعني قول لنا بقى كده حاجه عن بطولات الزمالك او الناس اللي انت بتحبها في الزمالك. مصطفى فتحي. بحب مصطفى فتحي. حلو جدا. متضايق جدا ان الشناوي مشي. وايه تاني؟ علي صوتك سنه. مرتضى منصور راجل محترم وحلو. طيب تقول ايه بقى لجمهور نادي الزمالك النهارده بمناسبه مرور 109 سنه؟ محدش يتضايق مننا والله، احنا بنعمل مجهود وان شاء الله ربنا يعوضنا على كل حاجه ونمسككم على طول باذن الله. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وجمهور نادي الزمالك بخير يا رب، ونادي الزمالك من نجاح لنجاح وبالتوفيق دايما يا رب. يا رب دايما يا رب. انا بشكرك جدا. القمر من فرحنا حينور ابيض، والنجوم هتبلينا ابيض في ابيض. ترالالالا. واللي فات ننسى كل اسى، واحنا مش عايزين يا كاس غير جونين. ليلى